حضراتكم في حلقة جديدة من مساء دي ام سي. النهاردة حلقة يوم الخميس 15 فبراير. البداية طبعاً من الأحداث وما يحدث داخل مصر اللي بتشهد حالة كبيرة من الزخم الكبير على كافة المستويات، سواء سياسياً أو اقتصادياً أو الاستراتيجياً. القاهرة محط أنظار العالم كله في الأونة الأخيرة، وخاصة في الأسبوع الأخير. بالأمس كانت هناك زيارة مهمة جداً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقبلها بيوم كان هناك اجتماع للقاهرة لبحث التهدئة في قطاع غزة، اجتماع رباعي الأطراف. اليوم كمان في قمة رئاسية مهمة جدا جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وده بيتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. قمة النهاردة بين الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي شهدت توقيع اتفاقيات مشتركة مهمة جدا بين البلدين للتعاون في أهم المجالات، وهي مجال العلوم والتكنولوجيا، وأبرزها كمان اتفاقية لتصدير اللحوم ومنتجاتها من البرازيل إلى مصر. كمان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إنه تم الاتفاق خلال القمة على ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية، كمان لإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى أن يتم تفعيل ده خلال زيارة الرئيس السيسي المرتقبة للبرازيل خلال العام الحالي. عقد الرئيس السيسي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مؤتمر صحفي مشترك كمان أعرب خلاله الرئيس السيسي عن تقديره واحترامه لشخص الرئيس البرازيلي، وأشار إلى أن اختيار دا سيلفا لرئاسة البلاد لمدة 3 ولايات يؤكد أن شخصيته ملهمة ومقدرة ولها مكانة دولية عظيمة لدى الشعب ولدى العالم. توجه أيضا الرئيس بالشكر إلى الرئيس البرازيلي على المباحثات الثنائية بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين المصري والبرازيلي، ولفت إلى أن المباحثات عكست الإرادة الحقيقية لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو الثقافة أو أيضا المجال الزراعي. الرئيس السيسي كمان أكد أنه سيلبي دعوة الرئيس البرازيلي لزيارة البرازيل خلال انعقاد قمة الجي 20، ولفت إلى أنه تشكيل لجنة مشتركة على مستوى البلدين على أعلى مستوى لتنسيق الموضوعات، موضوعات التعاون طبعا المشترك والأهداف المحققة من خلال اللجنة المشتركة. أيضا تطرق المؤتمر أو القمة لأزمة غزة، وأشار الرئيس السيسي إلى أنه توافق مع الرئيس البرازيلي على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى. كمان تم الاتفاق على ضرورة إدخال المساعدات للقطاع بأكبر قدر حفاظا على أرواح المدنيين، ووصولا إلى إطلاق مرحلة ما بعد الحرب لإقامة الدولة الفلسطينية. أيضا الرئيس السيسي أكد للبرازيل أو أكد أن البرازيل من الدول اللي اعترفت بالدولة الفلسطينية فيما سبق. خلونا نروح نسمع لكلمة الرئيس السيسي ونرجع تاني مع حضرتك. أثناء يعني المباحثات الثنائية والموسعة اتفقنا على تطوير العلاقات بين مصر والبرازيل في المجالات المختلفة، السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الصناعية، الزراعية، وده أمر يمكن هيكون خلال زيارتي إن شاء الله من الدعوة الكريمة اللي وجهت لي من فخامة الرئيس لزيارة البرازيل في المؤتمر اللي هيعقد هناك، وهتبقى فيه زيارة دولة خلال هذا المؤتمر أيضا جي 20، إن احنا اتفقنا على إن يتم تشكيل لجنة مشتركة على مستوى البلدين على أعلى مستوى لتنسيق الموضوعات، موضوعات التعاون والأهداف اللي هيتم تحقيقها من خلال هذه اللجنة المشتركة للبلدين. أنا مش عايز أطيل على فخامة الرئيس وعليكم، لكن المباحثات الثنائية اللي تمت عكست قد إيه حجم التوافق بين البلدين في المجالات المختلفة، وأيضا فيما يخص القضايا الدولية توافقنا على أن أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمسجونين وإدخال المساعدات للقطاع بأكبر حجم ممكن حفاظا على أرواح المدنيين، ثم وصولا إلى إطلاق مرحلة ما بعد
الحرب من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وهنا لازم أسجل أن البرازيل من الدول التي اعترفت من فخامة الرئيس بالدولة الفلسطينية. أنا مرة تانية برحب بفخامة الرئيس وبشكره على وجوده في مصر، وأيضا على إرادته السياسية في تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، ومرة تانية تقديري واحترامي الكبير لشخصكم، وسعيد بالزيارة وحبقى سعيد أكتر أثناء زيارتي البرازيل. شكرا فخامة الرئيس، تفضل. مزيد من المتابعة والتفاصيل أكتر حول القمة المصرية البرازيلية مع سعادة السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. رحب بك معنا سعادة السفير إلى هذه الحلقة. أهلا دينا ولك وبالسادة المشاهدين. مساء النور يا فندم. زيارة مهمة جدا للرئيس البرازيلي دا سيلفا، هي الأولى من 20 سنة لرئيس برازيلي إلى مصر، كمان بتأتي بالاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الثنائية المصرية البرازيلية. أهمية القمة في رأي حضرتك وأهمية توقيت هذه القمة؟ يعني هي قمة مهمة لأن البرازيل أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، ومصر أكبر دولة عربية، في علاقات تجارية بين البلدين، علاقات اقتصادية وتعاون مشترك، في يعني توافق في كثير من المبادئ في العلاقات الدولية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي. الزيارة بتأتي في احنا مصر انضمت لمجموعة البريكس والبرازيل عضو فيها اعتبارا من اول يناير الماضي، يعني من اول هذا العام. فبالتالي دي يعني اول زياره رئاسيه لاحد اعضاء دول البريكس، وبالتالي يتم التنسيق في كيفيه الاستفاده من مزايا الممنوحه لاعضاء دول البريكس لتنميه التبادل التجاري بين البلدين. ايضا التعاون في مجال الاستثمارات وتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية بالنسبة أيضا العلاقات المصرية البرازيلية. أيضا يعني في نقطة مهمة جدا أحب أشير إليها، هي دعوة الرئيس السيسي ضيف شرف في مجموعة العشرين التي ستعقد في البرازيل. أعتقد أنها ممكن تكون فرصة أيضا للقيام بزيارة لدول أساسية في أمريكا اللاتينية، لأن احنا يعني الزيارات الرئاسية مع دول أمريكا اللاتينية من جانب واحد إلى الآن يعني. فدي نقطة مهمة هتكون أيضا بالنسبة لي. أيضا بالنسبة لموقف البرازيل من ما يحدث في غزة، يعني في الكلمة اللي ألقاها الرئيس لولا دا سيلفا في جامعة الدول العربية أشار إلى أن إسرائيل بتنتهك جميع القوانين الدولية وجميع قرارات المنظمات الدولية، وان لا بد من العمل على وقف القتال فورا، وان المساعدات يجب ان تقدم للضحايا وليس للذين يشنون الحرب. هو هنا بيشير الى ما تقدمه الدول الغربيه والولايات المتحده الامريكيه الى اسرائيل من دعم عسكري ومالي وسياسي. فبالتالي ده موقف طبعا يعني تقريبا متوافق جدا مع المواقف العربية انطلاقا من مبادئ الأساسية للسياسة الخارجية البرازيلية، وهو التمسك بعدم التدخل بحق الدول في تقرير مصيرها واستقلالها وحق الشعوب في حريتها والسيطرة على مواردها الطبيعية. أيضا بالنسبة لمرور 100 سنة على العلاقات مع البرازيل، دي ممكن تكون يعني تقييم لبداية جديدة وتشكيل لجان أو لجنة فعلا تتابع تنفيذ ما كان موقعا، لأن في عدد من الاتفاقات والبروتوكولات موقعة بيننا وبين البرازيل في مجال التجاري، مجال الثقافي، التعاون العلمي. المذكرتين اللي تم توقيعهم مع بالذات وزارة الزراعة للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية ممكن الاستفادة. أيضا في نقطة التبادل التجاري كان يعني الصحف ووسائل الإعلام العالمية وخاصة البرازيلية تناولوا باهتمام شديد جدا هذه الزيارة، وكان هناك أيضا يعني أخبار في الوكالات البرازيلية وخاصة وكالة برازيليا بتقول أن مصر هي الشريك التجاري الثاني للبرازيل في قارة إفريقيا، وأن هناك سعي من خلال يعني تعزيز الشراكة أكثر من خلال هذه القمة لزيادة التبادل التجاري أكثر، وزي ما حضرتك ذكرت أيضا وجود البلدين في تكتل البريكس
مصر دخلته بداية هذا العام، تقييم حضرتك لمستوى التبادل التجاري اللي ممكن يحصل بيننا وبين البرازيل في الفترة القادمة؟ يعني احنا محتاجين يعني دفعة قوية من رجال الأعمال المصريين، لديهم صناعات يعني تنافسية قابلة للتصدير. لأن البرازيل مثلا في العشرة أشهر من العام الماضي صدرت لنا بمليار و800 تقريبا 800 مليون، احنا صدرنا ب 400 مليون. يعني ما وصلنا، يعني الميزان التجاري في غير صالحنا بدرجه كبيره. مطلوب بقى من رجال الاعمال يشوفوا ايه السلع اللي موجوده، بالذات في بعض الولايات اللي فيها قبول للسلع المصريه زي ساو باولو او ريو دي جانيرو او غيرها من الولايات لزياره الصادرات. هل احنا عندنا فعلا فائض نصدره، ام ان احنا هنعمل صفقات يعني صفقه وخلاص وندور على زبون احسن؟ لا، لازم الاستمراريه. في اذا دخلنا موقع تجاري لابد من الاستمراريه، حتى لو اضطرينا في فتره من الفترات نتيجه المنافسين الاخرين ان احنا يعني يبقى المكسب اقل. ده مهم جدا بالنسبه للتعامل التجاري، ما يبقاش فيه الهواء، يعني يبقى فيه تجاره على اسس ان انا بكسب اسواق ما اخسرهاش. الناحيه الثانيه الاستثمار، يعني البرازيل عندهم شركات كبيره جدا، لان دوله 200 مليون ومساحه تقريبا قاره، يعني حقيقي 8 مليون كيلو متر مربع، ففيها امكانيات كبيره للاستثمار في مصر. فممكن جدا يعني تشجيع المستثمرين، نشوف ايه الاشياء التي تجعل المستثمر الاجنبي يتردد او يفكر مرتين، ونزيل كل هذه العقبات خاصه في المرحله القادمه. يعني احنا محتاجين تركيز بدرجه عاليه جدا جدا على الجانب الاقتصادي في التنميه في مصر، يكون هو الاساس هو الهدف، وبكده نقدر نوصل فعلا ان احنا نحقق شيء من التوازن في الميزان التجاري مع البرازيل. نعم. طيب سيادة السفير، في نقطة أخرى أرض أيضا، يعني الرئيس البرازيلي اقترح على الرئيس السيسي الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. قراءة حضرتك لهذا الأمر، وما معنى الارتقاء للوصول لمرحلة الشراكة الاستراتيجية؟ يعني احنا كنا في مرحله، يعني انا ما عنديش معلومه اذا كنا مستمرين فيها ام لا، كان في تصنيع طائرات تدريب عسكريه بالتعاون مع البرازيل، طائره اسمها لوكانو. فكان في هذا المجال، لو ممكن استعاده هذا المجال، لان البرازيل متقدمه في مجال حتى الفضاء، يعني عندها اطلقت بعض الصواريخ للاستطلاع، ولديها صناعه اسلحه متقدمه جدا، فممكن جدا مع هيئه التصنيع العربيه الاستفادة إذا كان المشروع مستمر أو إحيائه من جديد لزيادة الخبرات المتبادلة. وإحنا عندنا تقدم في بعض المجالات في هذا المجال، الأسلحة ممكن تصديرها أيضا لدول أمريكا اللاتينية. فبالتالي يعني محتاجة إلى أيضا، يعني مش مجرد أن يتوقع مذكرة، وإنما يبقى فيه متابعة في التنفيذ. التنفيذ أهم من التوقيع. بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك. أيضا في كلمة الرئيس البرازيلي اليوم لولا دا سيلفا، قال أنه يعد هو أول رئيس برازيلي يجري زيارة لمصر من 20 عام، وأعرب عن سعادته لزيارة القاهرة من أجل الاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أضاف أيضا خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي أن زيارته بتهدف إلى تعزيز العلاقات بين البرازيل وإفريقيا ودول الشرق الأوسط ككل، وأنه ناقش مع الرئيس السيسي الموضوعات والإجراءات التي تعزز نمو التعاون على المستوى الثنائي ويتوسع في المحافل المتعددة الأطراف. قال أيضا أنه اقترح الرئيس السيسي كما ذكرنا بالارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ويجب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري. وعن الوضع في غزة أيضا تحدث تسلفة طبعا عن ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع، وأكد أنه ليس هناك أي مبرر لإسرائيل لقتل النساء والأطفال. خلونا نتابع كلمة الرئيس البرازيلي اليوم. الحرب كما نعلم لا تخدم أي طرف، وتنتج المعاناة والضحايا، وهناك أيضا الحرب في قطاع غزة، وبالتالي
فإن البرازيل كان البلد التي نددت بصفة قوية الهجوم الذي قامت به حماس ضد إسرائيل وكذلك الرهائن التي تم أخذها، ونحن نددنا وتكلمنا عن هجوم إرهابي، ولكن ليس هناك أي مبرر لرد الفعل الإسرائيلي لهزم حركة حماس، ولكن للأسف هي تقتل نساء وأطفال، وهو أمر لم سبق لنا أن شاهدناه في أي لحظة في العالم، وأنا لم يسبق لي أن شاهد شيء من هذا القبيل. وبالتالي وفخامة الرئيس، فإن للأسف فإن المؤسسات المتعددة الأطراف التي نشأت لحلحلة هذه المشاكل فهي لا تشتغل للأسف. لذلك فإن البرازيل ملتزم ويعول على الدعم المصري لكي نقوم بتحقيق التغييرات الضرورية في مسألة الحوكمة الدولية. لتفاصيل أكثر عن يعني اتفاقية تصدير اللحوم من البرازيل إلى مصر واللي تم توقيعها اليوم خلال قمة الزعيمين، معانا على الهاتف دكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. أرحب بك معانا دكتور إيهاب ومساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. لو تقول لنا تفاصيل أكثر عن اتفاقية تصدير اللحوم ومنتجات اللحوم من البرازيل لمصر اللي تم توقيعها النهاردة وأهميتها بالنسبة لنا في الوقت الحالي. هو النهارده بروتوكول تعاون فني بين البرازيل وبين جوه مصر العربيه بشان ان احنا بنستفيد طبعا باستيراد اللحوم المجمده او المبرده من دوله البرازيل، لان احد المنابع الرئيسيه للحوم على مستوى العالم، لما تتميز به من ثروه حيوانيه هائله جدا، لان طبعا طبيعتها المناخيه والجغرافيه والنباتيه غير مناطقنا خالص يعني. طبعا لان احنا بنعتمد في اللحوم على الاستيراد بنسبه مش اقل من 40% طبعا من احتياجاتنا، سواء لحوم مجمده او مبرده. لازم كنا نتفق او نعمل بروتوكول فني يضمن اكتر بسلامه اكتر سلامه واكتر صحه للحوم اللي بتيجي من دوله البرازيل. احنا طبعا في شهادات صحيه لتصدير اللحوم من البرازيل لمصر، ده متفق عليها في الحجر البيطري عندنا في وزاره الزراعه في الهيئه العامه للخدمات البيطريه، ودي معمول بيها بما يضمن سلامة وصحة الحيوان اللي هيخش الذبيح نفسه، بما يضمن سلامة الإجراءات أثناء الذبيح، بما يضمن سلامة التشفية وعملية التعبئة والتغليف والتجميد والتبريد والشحن. يعني هو ده كل ده بيضمن لنا أن المنتج يوصل بكفاءة صحية وغذائية عالية ما يقلش عن الطازة في أي حاجة خالص. ده بالنسبة لضمان جودة المنتج اللي بنستورده من البرازيل. طب لو نتكلم دكتور إيهاب عن حجم التعاون اصلا بين مصر والبرازيل في مجال اللحوم المجمده او المبرده او منتجاتها، وحجم التعاون اللي بنطمح للوصول ليه بعد بروتوكول التعاون اللي تم يعني توقيعه اليوم. طبعا احنا بنعتبر برضو سوق كويس جدا للحوم البرازيليه، فالبرازيل المصدر البرازيلي بيهتم بجوده وكفاءه اللحوم، زي ما احنا برضو في مصر العربيه عندنا ميزات تصديريه هائله في منتجات زراعيه عديده لاكثر من 150 دوله، هم برضو بيهتموا بمنتجاتهم التصديريه لينا. فطبعا الحفاظ على السمعه او الارتقاء بالجوده ده شيء مهم جدا، شيء مهم جدا للتسويق، ان احنا نروح نجيب لحوم امنه وسليمه للمواطن المصري وهو في نفس الوقت عايز يحافظ على السوق بتاعه. فالاتفاقيه ديت بتختصر الطريق او البروتوكول ده بيختصر الطريق ويوضح اسس واطر، بالرغم ان احنا بقالنا كتير بنتعامل معاهم طبعا، او العالم كله كمان بيعتمد على البرازيل كمنشا للحوم في تغذيه السكان او المواطنين اللي عنده، ولكن دي بتسهل وتوضح الاجراءات بحيث ما يبقاش في اي التباس لاي مستثمر او مصدر او مستورد مصري، لان هي الحكومات بتحط او الوزارات بتحط اطر عامه للاتفاقيات وبينفذها القطاع الخاص. هل هذه النوعيات من اللحوم المستورده من البرازيل تحديدا بتكون اسعارها اقل من الموجوده عندنا او اقل من اللحوم البلدي عندنا في مصر؟ هو طبعا عايزين نقول هناك التكلفه مختلفه تماما عندنا. هناك الاراضي والمراعي والحيوانات البرازيليه بالذات بتعتمد على مراعي خضراء هناك، مراعي طبيعيه جدا. تزيد مساحتها عن 2-3 مليون كيلو متر مربع، فالطبيعه هناك او ربنا يعني رزقهم برزق معين، هو مش موجود عندنا. الارض عندنا معظمها جبليه، فبتاثر على ما عنديش مراعي، ما عنديش غطاء نباتي، ما عنديش جو مناسب برضه للحيوانات، فبنلجا للاعلاف وغيره. طبعا فبنلجا للاعلاف برضه كويسه وكل حاجه، ولكن هناك التكلفه بتقل لان هناك الزراعات كتيره قوي،
والامطار والميه والكلام ده كله، فتكلفه الزراعه قليل. نفس الوقت الثروه الحيوانيه هائله جدا، يعني فوق ال 200 مليون راس عندهم في الاداره، يغذوا العالم بمنتجاتهم. يعني كل دوله لها ميزه نسبيه في منتج معين بتقدر تصدر منه، فاحنا ما عندناش الميزه النسبيه بالنسبه لانتاج اللحوم، هم عندهم الميزه النسبيه لانتاج اللحوم، احنا عندنا ميزه نسبيه في منتجات زراعيه ثانيه كثيره جدا برضه مش موجوده في دول. والتبادل التجاري ده على مدى العصور والبلاد والقديم الازل ان الدول شغال يعني. هل في رقم يعني محدد لحجم التبادل التجاري في موضوع اللحوم المبرده او المجمده بيننا وبين البرازيل في الوقت الحالي؟ يعني هو احنا بنعتمد فيها حوالي 25% من احتياجاتنا يعني. نطمح طبعا ان هو يزيد بعد بروتوكول التعاون اللي تم توقيعه. لا احنا نطمح ان ثروتنا الحيوانيه تزيد، ودي اللي وزاره الزراعه بتقوم بيه ببرامج تحسين راسي وبرامج تكسيب غذائي، ودي البرامج دي كلها بتؤدي الى زياده الثروه الحيوانيه او زياده المنتج من معدل الراس الواحده. زي ما في الخطه الرئيس دايما ما بيوجه ان معدل الالبان من الراس الواحده يزيد، معدل التحويل الغذائي يزيد في الراس، تحسين السويلات المصريه او تمصير السويلات الاجنبيه بسويلات مصريه، والتعاملات التهجين اللي شهدت على فكره نهضه في الثلاث اربع سنين الاخيره دول في عمليه تحسين وراثي وتحسين انتاجيه الراس الحيوان ومقاومه الحيوان للامراض. لا في تحسن عندنا طبعا، ولكن طبعا الزياده السكانيه والكثافه السكانيه اللي عندنا 120 مليون مواطن احتياجاتهم عاليه طبعا، يعني بيبقى في توازنات معينه ومياه نسبيه لكل انتاج معين، فبنسعى لتوفيرها بكافه الاتجاهات يعني. طبعا يا فندم، والبديل تبقى موجوده والمناشئ موجوده ومرتبه الحاله الصحيه والوبائيه للدوله كمان قبل ما نستورد منها يقوم بها قسم الابيديميولوجي والمحاجر عندنا في الطب البيطري على مدار الساعه، بنطلع على الموقف الوبائي لكل دوله بنستورد منها اي حاجه منتج حيواني. وجوه البرازيل بالذات بنتابع موقف كل ولايه، على اساس البرازيل مساحتها شاسعه جدا، والبرازيل من الدول المتقدمه في الثروه الحيوانيه والحفاظ عليها وصحتها، وده اللي بيخلينا مطمنين ان احنا نعتمد عليها من مناشئ كتير كتير جدا على مستوى العالم، لكن احنا بنلجا للدوله اللي حيواناتها سليمه وانتاجيتها كويسه ومجازرها على درجه عاليه من الكفاءه والجوده، بحيث نضمن نوصل للمواطن منتج صحي امن خالي من جميع المستويات المرضيه سواء الحيوانيه او الادميه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، شكرا جزيلا ليك. هننتقل طبعا مع حضراتكم ل